اهلا بحضراتكم من جديد، ونتكلم دلوقتي عن نادي الزمالك واخبار نادي الزمالك. يعني اللي قرر كده النهارده الفريق الاول ان هو يتمرن النهارده بعد الفوز امبارح على غزل المحله برباعيه. كارتيرون قرر برغم توقف الدوري فتره طويله بسبب مشاركه منتخب مصر في كاس الامم، الا ان كارتيرون قال لازم نخوض تدريبات النهارده بدون راحه. وجهه نظر تحترم، بيجهز اللعيبه للفتره اللي جايه. كمان انتظم الثلاثي حسام عبد المجيد والسيد عطيه محمد نديم في التدريبات النهارده، دول مع الفريق الاول. يعني حاجه مميزه جدا هم يشاركوا في التدريبات الجماعيه وانتظموا في التدريبات الجماعيه، وتواجد كمان الثلاثي مع فريق الناشئين مواليد 2001 في مواجهه الاسماعيلي اللي اقيمت امس ضمن منافسات بطوله الجمهوريه والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله. كمان كارتيرون اكد ان الزمالك بيمتلك مجموعه محترمه جدا من الناشئين، ان الزمالك عنده مجموعه كبيره جدا من الناشئين وكلهم عناصر مميزه، ويتمنى يكون من في موجود فيهم في الفريق الاول ويشاركوا كمان، وبيحب ده جدا. ولكن قال المجموعه اللي موجوده حاليا من اصحاب الخبرات كبيره جدا، فهيكون من الصعب ان انا اريح حد من اللعيبه الكبيره علشان ادفع بناشئ في ظل الفتره الحاليه. يعني الفتره الحاليه لسه بنبدا الدوري، عايزين نجمع اكبر عدد من النقاط، عندنا دوري ابطال افريقيا، فده كلها ضغط لنادي الزمالك، فعايزين نجمع النقاط وناخد بطولات بعد كده ممكن يدفع بناشئين. وشفنا ده حصل السنه اللي فاتت لما كان في وقت يسمح او لما كان في ظرف حتى اضطراري فتقدر تدفع بيهم. وهو بيقول ان الفتره الجايه ممكن يكون ده موجود في المباريات الوديه او في بعض المشاركات او في المعسكرات الوديه اللي ممكن تكون في الفتره اللي جايه، وقال في الدوره اللي هتكون موجوده في الامارات هيشوف كل اللعيبه الناشئين وهياخد بعض اللعيبه، يكون ليهم فرص كبيره جدا يشاركوا في اللقاءات. استقر الفتره اللي جايه ان هو يخوض تدريبات لمده 3 ايام المقبله، على ان يحصل اللاعبون على راحه ايام 29 و30 و31 ديسمبر الحالي قبل السفر الى الامارات للمشاركه في الدوره الوديه المقرر ليها في يناير المقبل. طبعا هتكون دوره مهمه جدا للزمالك، نتمنى الزمالك يخرج منها بمكاسب كتير. السؤال الاهم لكل جماهير الزمالك، وزي ما جماهير الزمالك دايما بتعلمنا الوفاء، فبعد الفوز كانوا بيسالوا عبد الشافي حالته ايه، يوسف اوباما حالته ايه. طبعا عبد الشافي يوسف اوباما لعيبه نادي الزمالك يعني كانوا موجودين كده في التدريبات الجماعيه يوم الاحد، وخضع الثنائي لبرنامج تاهيلي علاجي خلال الفتره الماضيه تحت اشراف الجهاز الطبي بقياده الدكتور محمد اسامه بالتنسيق مع الجهاز الفني بقياده كارتيرون للتعافي من الاصابه اللي بيعاني منها الثنائي. تعرض اوباما زي ما احنا عارفين لشد كده في العضله الخلفيه، بينما عبد الشافي من اصابه بتمزق من الدرجه الثانيه العضلة الخلفية. قرر كارتيرون منح 8 لاعبين راحة من التدريبات الجماعية النهاردة يوم الأحد، واكتفى الجهاز الفني بخوض كل من مصطفى فتحي وأشرف بن شرقي، إسلام جابر وعبد الغني وزيزو وفتوح ومحمود عبد العزيز وإمام عاشور تدريبات تأهيلية، وكمان كان معاهم طارق حامد وعمر السعيد تمرينات استشفائية كده في صالة الجيم بعدما شاركوا في لقاء غزل المحلة أمس بالدوري. كمان أوضح كارتيرون إن هو لديه كده قائمة كبيرة من اللاعبين، وهو بيحرص على تجهيز اللاعبين لمشاركة في أي وقت. شفنا امبارح يعني غياب طارق حامد، ده كان أكيد ما فيش حد يتمنى إن الزمالك إن طارق حامد ما يكونش موجود في الملعب، ولكن دايما لازم يكون في بديل. نادي الزمالك لازم يكون لعبته كلها جاهزة، وارد يكون في غياب في أي مركز، فلازم اللعيب اللي في الملعب زي اللعيب اللي على الدكة، وده اللي بيعمله دايما كارتيرون، بيحاول يخلي كل اللعيبه رجلها في الملعب. طبعا كمان كارتيرون فيما يخص انضمام طارق حامد للمنتخب الاول قال ان هو يعني كان يتمنى اكيد يكون موجود في منتخب الفراعنه، ولكن بيتكلم بقى على جانب ان هو مدير فني نادي الزمالك، قال لكن ده مكسب ليه هو كمدير فني، ان ده بيخلي طارق حامد يدي نادي الزمالك 100% من مجهوده. أنا أتوقع طارق حامد يقدر يدي 100% للزمالك و 100% لمنتخب مصر. أتمنى الأفضل الفترة الجاية لمنتخبنا الوطني وكمان الأفضل لطارق حامد.